بالك قيامها بنك قيام الخلائق ومرك الله صو صار هنا حديث واكين نبي جن الله عليه الصلاة والسلام شخص جوجور ري بنك قيام ومرك دول كلا جلس لجلس صار بني آدم كا شخص جوجور يدرك الله حري دونه وإبراهيم الخليل عليه السلام محمد نبي إبراهيم لو جوجور يدرك خلق بنك قيام متى عن دثورتي وعيد هذا العلماء ما لنتي دبك الله شده دبك الله وطورة يهي أيه قوم كيسو درك كسارين بالليل ما دام مالك إلهي درتي درك الله كساري وحي لهي وقوه بالكده هل كان إن بك قيامة خلق قوتنا ودقا ونو ودقا درك در وقوه رحبا إبراهيم الخليل سيقول الله صحيح لأن الشيء النبي إبراهيم وهو يهي أيها قال يا حي وقيم بطنا ودين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أودع في إبراهيم سدرة المنتهى ربي جيب النبي يقول لسه مناجودي لأن مركز إلى حي صوصي صلاتها شنت صلاة مركز وركنتم مركز دمنا شنب الله بيرسيو الليدي صلاة وشنت وقتي وإيام لكن أجرك وكنتم كي صلاة ومدد وقيب الوير رسول كينا ahkaamta kala odan nabiga dulka lagu keenay soonka dulka lagu keenay zakada dulka lagu keenay xashka dulka lagu keenay jihadka dulka lagu keenay ahkaamta kala odan nabiga dulka lagu keenay laakiin salaada nabi maxamed isaga loo yaro leeyahay aan ku soo dhiibanay hadiyadaas barka salaadu waa udub dhaxadka diinteena islaamka salaadu diinta islaamka waxay u taagan tahay هل كورك ما ركتان بين آدم كوتا غيه لا صلاة لمن لا طهور له وفقهدو صوت هارق هذا صلاة بلبو نبي قولي ولا دين لمن لا صلاة له وفقهدونا صلاة لهين دين ملي ولا إيمان لمن لا أمانة له وفقهدو أمانة لهين إيمان ملبو رسول قولي هدو قفكو إيمان هدو أمانة لهين إيمان ملأ فهنو قفكو أمانة يا شعب أمانة الدين أمانة الدنيا الله مدوى إنما موضع الصلاة للدين كموضع الرأس على الجسد معنى الحديث صلاة الدين تسلام هو حيو قجر تابو نبي قولي هل كورك سنة بن آدم كو قجره ما شقفك إسلام نمدي سؤال كباهر تانا وصلاة دوية صلاة وزن قال النبي جن يسق الله صلّي بي. بركاس السيرة ده وحقت على صحابة ده مركز صلاة الله كني وعيرة الحاجات كي يقدر ما تيانا كنوق من هدي توله. صلاة إنت أنا لو سفر ديالين مراد كستي له النبي جو شيء عن جريم بالله. لكن ما أنت صلاة الله كني وعيرة ذن الله قضيت حوائجنا أنا كحاجات كي يجي خلاص إلهي ونوق ميرا هدي توله. هذه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام معراج لو قاضي بان ليري مسلم كمعراج كسر وصلاة دوية هل كقفك مسلم كإلهي وكذا حد موصلاة دوية هذا هذا تقف مسلم بلا صلاة وقف إلهي حرير حرير ألا لهين بكا ديغنته حرير كا حدو كم مقيا يقفك مسلم نولوشي سنة نولوشي سودان وحاكا وحبا ما هايستيكا ديغنته وحوين بكا مقان حديث كأودة هي عبدون كإله هو صلاة صلاة ومعراج كقف كمؤمن كا صلاة وحويان وهل كقف كقلبي كمؤمن كقرة حيستو وجعلت قرة عيني في الصلاة نبي قولي ماشي عندها يجي قلبي كقرة حيستو وصلاة أبو رسول قولي صلاة مرك الله قيمة إيه نبي قول حورن جري أرحنا بها يا بلال كعو صلاة إنه قرة حي فنحافظ على الصلوات صلاة نحافظ إنا هذا صلاة إنه يتبع علماء دليلين دين تأنت كرودنا وإنه حقاقي لذلك زمن كي يتدكو وناك سنايين صلاة الله يوم مد الله حقا جنجري صلاة أهلك قفك إلهي كحد مويا فاروحي كنت دالي صلاة إنه يهلان روح دي هنا دنكيغا لا باتصنعوا سودا ليه
فنصلي صلاة ذات الخشوع والخضوع صلاة عن برينا أوبت كينا دمر كينا صلاة عن برينا إهل لدينا صلاة عن برينا وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صلاة أمرك النبي قال أمر وحل لقيري صلاة أمر إهل لدينا وقرما وأمرك النبي قال أقل الذي سينتون مري وحل قوت نبي وقال لك سوى يبيم ويانه قوت اليوم نبي قال كوى يريره سي سأقول مرغيس أبو مسكين في قصة نقد الله قرآن كامر كإله قصة دجيه صلاة النبي قال حلقوا له هل كذا صلاة أمر صلاة وامحي ومفتاح أرزاق الله قل هل هو يا نلش على هذا دوني نكون فضو ذات صلاة ونات كه أرزاق الله عريرة كبه هذا دوني صلاة كود دال صلاة النبي قوم دعوت وسي صحابي مرة لي مرق النبي قو زمن جيس وقف سوى إسلامه لبشيب النبي قو قف كبراي سدو قف يلاه يقول حلم لها يسدو قف يلاه يبري لها صلاة هي دعاء النبي قو براي صحابة ديس صلاة تكو مسائل كن تودح فريستو سدو تكن يا منبي قوي جري صلي فإنك لم تصلي وركالي تكو ما تكن كو على صلاة هذا نمر لبعض وكو عشي صلاة بلا طمانينة أيو تكن أي هذا النبي قوي ما تكن كو علي هذا كو علي بوكي إلى الصحابي قيل هذا مر كيد دنبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال صلاة يبر هذا النبي قوي صلاة دي ببره ku kala nabi go yimid oo yiri salaada marka tukanayo rabbigay maxaan waydiistaa bal ii sheegseen ilaahay u bariya marka abu nabi go ku yiri waxa tiraada qul allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni ilaahay dambigayga dhaaf oo ii naxariis oo ii hanuuni oo ii arzaq arzaqada nabi go dambaysi inaga ducadeena macaamada horeysa ya waxaan cunaa u horeey adduyada u horeysa laana qalbiga waxa ku weyn ayaa ducadaad u badanaysa lidaalika nabigu sallallahu alayhi wasallam maashu nabigu ka baaray eeg waxaa tiraada marka ducaysanaysa dhe ilaahu dambigayga dhaaf ilaahu inna xariis ilaahu yahanuuni ilaahu yarzaq dambiga aan galayno ayaa khayr badan iyo nicmad badan oo xagga alla nooga imi lahayd naga xanibe ugada لأن الذنوب تمرك بدت أي بدت وحي نقطة حجب إنك ينحرست لا يبنك على قرصابة للذنوب تمرك الدم لذلك الدم بدافع النبي ويرد الدم بلا هي ويدسون الدم بيجا دافع نحرست لا هي ويدسو هداية لا هي ويدسو دنا أرزاق لا هي ويدسو علي فاطمة النبي توك يا بين كيف ورجري ميانا تكن يكعو تكدا صلاة الليل qoyskiisu ilaahay buu ku xidhaayay saxaabada ilaahay buu ku xidhaayay fuqarada ilaahay buu ku xidhaayay masjidku soo galay nin wuxuu arkay ducaysanayo la ilaahow sabr isii sabr markaa buu nabigu yiri kan balaayaad ilaahay weydiisatee ilaahay caafiye weydiisa buu ka yidhi haddana uu dhaafay ku kaluu arkoo ducaysanayo oo leh allahuma inii asaluka tamaama nicma markaa buu nabigu yiri wamaa hiya tamaamu nicma markaa buu yiri yaa rasuulallah maya ii sheeg تمام النعمة وحويان إلى هين وأدوية إنه إنه نار كابد باديو جنة إلى هين كود دقة هذا نقول دافي كل دعاء سنة يواركولي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام مرقابو نبي قيدي وارد عدا على باهدا على إلى هين وش يقو الباب دي سبب الله بعدي قالوا غفرة كل حاجتك أبو كيد قد استجيب دعاءك حاجة على إلى هين وش يقو oo sheega baahidaada ducada aad ku ducaysanayso iyo kelmadda aad ku furfuratay albaabadii samada oo dhan bay ku furtay buu rasuulku yiri yaa dal jalaali wal ikraam alizzu bi yaa dal jalaali wal ikraam ducaa acmaal waxa uu nabigu ummaddan uu siiyey qof kasta halkuu joogo ilaahay uu kaga xidhmi karaayo isagoon cidna u baahanba duco
يا حي يا قيوم كد عيش، يا أرحم الراحمين كد عيش، حسبي الله ونعم الوكيل كد عيش، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كد عيش. أدعي دا سوى تي أنبيدو أي مشاكل قال له صدر سو نبي والبوك أقبح يا قراك لأنه وشاك. افتحوا الفرج. يونس عليه السلام في بن الحوت في ثلاث ظلمات وحي لهيك قصو سارد عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم عليه السلام دعادي إلى هاي وطبك كقبل بادي حسبي الله ونعم الوكيل. غزوة بلر وغزوة دي فيصل الله عليه وإياه إحقي باطل قال الله وكلا ساري دعادي نبي محمد وقود عيسان يا حي يا قيوم بي هاي. أيوب عليه السلام حنون كستين يتوبان كسنة هاي وحاو قود كقبل حي يا أرحم الراحمين بو كقبل حي سونا. أكبر سبب أي قرآن كله نوشة يا، لكن عنده قرآن كله قارك يا الله النسيء. أكبر سبب دعاء الأنبياء صلاة قيام الليل ك قرآن كريم ك إنك لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. سورة البقرة خواتم تلا هي سورة الفاتحة مرق النبي الله سود جي وعلى قيري أبشر بنورين أوتيتهما لبدا نور بملك كوسدا يا بشاريسو لبدا سورة آمن الرسول ملك بكلي لو سو ديبو ارلدا كاني مالنتاس ور هديه دا انت لاكتا ولا ليال ملك الباب السماد ولا هي وقار الله فريب رسولك ملك با ارلدا مانت لو سو ديبو لو سو دجيي ملك ما تكور ارلدا ما يمن بالي ملك يبا نبي سلامي ابشر بنورين اوتيتهما لما نور الهي كوغو ديقي بشاريسو حرف كمد الهي كوما ويدستد مراد كاغا الا وحال خير الهي اد كبر دي الهي واكو سيايبا لغو يولي. امن الرسول يو ها سورة الفاتحة اتا قرآن كي وانا خريينا لكن يقين تبا ضعيف ارب ها ضعيف يقين كمزور يقين تاني ما ضعيفة ما أنت إدها وولادة يقول يقول وولادة يقول القرآن يقول آخر يقول هل القرآن سارة يقول يقول مركز الشيخ والله يقول يقول قارئها مركز كو آخر يقول كو آخر يقول مركز سيتا هاي نكي ها مركز حاكو هالي وحنا والقرآن كاقو أيقا سيدة ريب يقول عديك لا إله إلا الله شيخ ما حنا قويري بقرآن كان كوكو أخرنا يا كاكا سيدري ها هذا أنا وحر مرقا تكا عيا إنا الظالمين تكا متهيب لأدقونا ظالم ما تهيب لأن إلهي بيدي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مربع هذا ترى قرآن كيبا إيقا سيدري ظالم ما تهيب لأدقونا سلام أبوكي أنت ميل قصد قرآن كيبا نخرينا مدارس توا نوبة لنا إساء مساجد وعمر ميسا لكن خير كو يريح مسو بدن ان شاء الله زياده يا دهلا ان شاء الله دهلا قرانك كو خساره مين الى هيدنك خاصه بلد كان جون وبلد القران وبلد عجيبه جماعه عدد مركي ني ما دار رجوت وحي دادان سده مقدسه وان حافظ المدارس كفر حفظ القران قران كاس وح بدن الى هنا قليل الي اوغاد barkaha ku alla barino adoo quraan haysta seedo absor markaas sidee ilaahay geyrki uga absor saahib alquraan baabatahe wadoo quraan hadoo quraan ku yaqiin la yahay adoo godan buu kala jeexay quraan saahibigi جماعة دوتي رير قالي اوي مادن مرتقلين ويديستين مرتقات كيبا لو ديدي رير كوانيقو قيبا هبين كي قنين ايا قنيني او وحبا قنيني مرقاسا علاج لور راديو دوو وان لوا علاج كيسي مرقا بينا دادكي تولا دقنا
نمنك حالة مرتقات كانوا الدين واقوة بنان كانت قنه إيه كبير له الدول لقه هل هلو تقو أمير كي جماعة مركي اللي يوضيكي باو حنقو عني ودمان ايه نو دووه يو دووه هايسان ها دووان هاينا بولي دووان هاينا لكن وايرا دو جورا بحسان بولي ها صحابة دي ويس اغان هذا إسا مركا سورة الفاتحة يا بولي أم القرآن بنا يا بولي لما العقبة تقول قادنا سخر شاوة تقول قادنا سو يكو مرتقات كنو ميدي دين ها قرآن كاسي وكد ويني نابولي لا هيدن كي مركاسا لو كاني وي كتو فين قرآن كي وكا عيني كي وبقصو دي غوص مدن وعري اللي سيي مركا بس كو قبتين وي بنانتا هاي ما بنانا وي بنانتا هاي ما بنانا وي سوكي هيين مدينة المنورة إيمادين مركا بي نبيك وشيكين عليه الصلاة والسلام مركا بي نبيك روي دي حلال وياني أنا كان قريب تيجي قصية برسولك يقولي القرآن هو الدو قال لقوا آخرنا يلاقي يا بعينو يقين سنين القرآن كيسو لكن كي يقين سنا وركبا يقين سنا كان آخرنا يا القرآن كي يقين سنا إنه يا كلام الله دو إنه يا القرآن هذا القرآن هو يقين تيسي هلا كسوني هذا القرآن هو هلا بالعلماء دلهين وحاتوك يا الله وحبا القرآن هو أركم مايو هل آيات القرآن أدوية دو حجر دو كفل من علمات ليه قال هوري مركي هل كان اجتماع قال هوري حنو كان هرقب كان لشيك شيكي ايان شيخ علماء دم قال هذا كبدا بوقنا مركي أسئل وحل لشيك شيكي ثم نظر كفل من ثم نظر انت أسابة كفل من سبحان الله يعني كالسوني ذا يقين تقو هذا الكاولها أنا كيبين سامي سبا آيات القرآن كمال انتاس kalsoonida da uu yidhaahdo halkaas sidda biyar wali bana waxa la sheegay ayad taayir baba ku filan buu waxa dhanba kala tuuraysa buu kuleeyaa ilaahay kalsoonida hayno soo cisho fa ducadaas quraanka baan hayna ducadii nabigeenu alayhi salaatu wasalaam ku ducaysanayay ayaa inoo qoran laakiin yaqiin baa loo baahan yahay maanta yaqiin cilmiga uu yaqiin buu baahan yahay quraanku yaqiin buu baahan yahay waynan barana quraanka oo nubatiyana quraanka barna oo guriyeena quraanka ku akhrina aayadaha suuratul baqara ugu dambeeya saddex habeen oo isku daba xigta buu nabigu yiri aqal lagu ma dhex akhriyo hadii lagu akhriyo aqalka shaydaan ma soo galo buu rasuulku yiri quraanku shaydaanku aqalka ka saara quraanku dadku nooleynaya mujtamacu quraanku nooleynaya aqalku nooleynaya saa darteed waynan noqonaa dad qur'aaniyiina oo quraanka ilaahay ku kalsoon oo quraanka ku dhaqmaya wixii quraanku na amray wanaagana ha la imano waxa quraanku naga reebayna ha ka reebtoonno wixii quraanku xalaaleeyey ma aamana bilquraan baa nabigu quraanka ma aaminin ma rumayn ke wixii quraanku xalaale ninka aanan xalaal u arkin wuxuu quraanku xarimay ninka aan xaraan u arkinna quraanka ma aaminin buu rasuulku yidhi قرانكو شريعته وحا وحلال هدا ترى هذا وين الرعب ولو خلاف العقل الشيء هم نقضوا وحس وحرام شرعي حرمي كديرو طريقه سوى حق الله يبو كو دوينا يا راعي طريقه سوى باطل الله يبو كديرين يا كديرو وحس وناغ الله يبو كو جعلانا يا سمي وحس وشر الله يبو كديرين يا كديرو صحابدو معاصي وحي اوغ بكين sida inaku dabka holcaya aan uga baqno dabka holcaya saad uga cabsatid si lamida ayay macaasida teeda yar uga baqeen asxaabta rasuulka leana macsiyada waxay u arkaan iyagu inay ku dhex jirto ilaahay cadhadiisii lidaalika qur-aankaas wuxuu ina amrayaa marka inaad khalqiga ilaahay adduya dusheeda inagula nool aan kula dhaqana maarta dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan xusnulkhuluq وهالك دين الإسلام كأقصى الرسالة كأي صوء إكتان وكي نبيجين لها بعثت لأتم مكارم الأخلاق أنا قاعد دون كوح الله إيك نبي نبي قيري أخلاق ذا تيدا ونعكسن إن عدت كن الله شو دافو دم يشتروا أخلاق ونعكسن أفك مسلم كي مؤمن كا وأنو هذا قف أخلاق ونعكسن وأخلاق دي سو أي أمة الدين الإسلام كأي جعلي سيسو مدينة المنورة مركو النبي عليه الصلاة والسلام ري مدينة النبي وحكا لأمشيك
xuquuqda ay muslimiintu dhexdooda isku leeyihiin ayuu hadalkiisa ka bilaabay markuu masjidka dhex fadhiistay. Yaa ayuhannaas afshuu salaam waacimu aطacaam wasilu اlarxaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bisalaam. Yaa ayuha الnaasu dadow dhexdiinna salaanta faafiya buu nebigu yidhi, qaraabadana xiriiriya, masaakiintana quudiya cuntaysiiya, habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada jannada rabbigiin nabad baad ku galaysaa nebu rasuulku yidhi. Xadiistaasi waa xadiistii markuu madiinata almunawara uu nebigu yimiday bii'adda islaamiga dowla islaamiya markuu nebigu madiine ilaahay uu ka siiyey mujtamac, waa xaadiistii nebigu uga dhigay dowladdiisu inay ku shaqayso salaanta faafiya. Macnaheegu waa maxay? Salaantu waa ducu, salaantu waa maxabbo. Haddaad dadka muslimiinta salaanta la dhex martid ummad oo dhan baa ku jeclaan. Waa ducu, alaa ummaddii u ducaynaya, ayakuna ducay kugu jawaabayaan. Boqol qof baad u ducaysay, boqol qof baa adigana kuu soo ducaysay, mid laga yaabaa weli ilaahaya in ducadiisa lagu aqbalo. Limaada? Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum markaad leedahay, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markaad leedahay, nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay dushaada ha ahaadaan. Adiga salaantaad fidinayso waa sunne, laakiin jawaabta walaalka uu ku siinay waa waajib weeyaan. In la isgacan qaadana waa sunne. Haddaad gacanqaadkii aad lagaa waswaasiyey sida yahuuddu ay samaynaysay ha samayno, sidan ha odhanine salaamu calaykum iska dhe, waad ma fahamteen? Yaa sida dadka kale ay samaynayaan, may may waxaad irahdaa salaamu calaykum waraxmatullah, lanna sidaa nebiga way ka sugnaatay sal alla lay wasalam. Soo maahay, way ka sugnaatay nebigeenna inuu salaanta afkana uu ka qaaday gacantana uu kor u taaguu intaba israaciyey. In yar nolosheenna haddaan nebi maxamed ku khilaafno ogaada, ilaahay gargaarkiisa ummadda uu ka rafacmayaa. Maalinta ummaddani sunnaha nebiga ay cag ba cag u saartana waxaad ogaataa nusradda ilaahay baa soo dhowaanaysa. Khilaafa sunna nusradda rafacmaysa, sidii ghazwatu uxud jamaacu nebigu soo qaaday, jabal rumaad buu nebigu dul joojiyey, halkaa jooga buu yidhi. Annagaa dagaalka galayna macrakada, inagu dhabarjibinta naga ilaaliya, halkaa jooga, ha soo dhaadhicina. Dagaalkii markuu dhaacay ayaa gaaladii markiiba la jebiyey. Jamaacaddii meesha uu nebigu dhigay waa iskhilaaftay, waxay isku khilaafeen baa la yidhi. Damac baa galay qaarkood, damac waxay arkeen gaalada wixii ay ka yaaceen oo la guranayo, seefihii, duruucdii, fardahoogii. Markaas amiirka jamaacaddu leeyahay, hadhaadhicina halkaa joogaynu. Markaasay qaar leeyihin dagaalkii uu dhammaado waa la jibay gaaladii, dhadhaadhici. Markaasuna may nebigu jooga buu dhe, jooga hay nebigu jooga, wuxuu u jeeday bay leeyihin dagaalkii uu dhammaaday. Hadduu dagaal socdo waa dagaalka dhammaa, khalaas. Markaasuu yidhi amiirkii leey, may jooga. Halkii bay markaa jamaacaddii way iskhilaafeen, qaar baa soo dhaadhacay, qaarna meeshii bay ku hadheen. Khaalid ibn al-Walid oo maalinta gaalada ciidanka farduulayda hor socday ayaa arkay dhabarjabin buu ku sameeyey muslimiintii, xagga dambuu kaga yimid. Intii yareeda buurta ku hadhay uu ka mid ah Cumeyr binu Sacad, soo maahay, Cumeyr binu Xamaam al-Ansaari saxaabigii, iyo Anas binu Nadariyo, cagtuu mariyey oo shahaada ilaahaya ka siiyey muslimiintii iyo khaniimadii iyo wixii laga yaacay guranayso, xagga dambe ka geliyay ciidankii. Ilaa 7 saxaabada ka mid a ku dhintaan halkaa, nebigana maalintaa lagu dhaawaco, dhig lagaga daadiyo. Sababtu waa maxay baa la yidhi? Waa khilaaf. Amarkii nebiga ayaa ragga qaarkood ijtihaadi ay u jebiyeen baa la yidhi, way la noqotay inuu sidan ahayd bay arrintu ula ekaatay, deenna nusraddii baa kor looga qaadaa la yidhi. Waxaa halkaa ummadda la tusinayaa, haddaad amarka nebi maxamed aad jebisaan, walow hayd ila joogee, gargaarka sidii la rabo u heli maysaan. Kullamaa dadku ay sunnaha nebiga ka dheeraadaan, nusradda inaga rafacmaysa, nolosheena barakaadka ka baxaya. Markastoo muslimiintu sunnaha nebiga ay raacaan, barakaadkii raxmadda iyo nusrigii ilaahay baa soo dhowaanaya.
لذلك النبي جانو عليه الصلاة والسلام مدينة المنورة مركو يبدوها وكبل أبو يري صلاة تحذي نفافية سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم عبد الله بن عمر بن الخطاب وحديث كان النبي كو عمل فلا يا أيوه رنجري سوق أنتي مقالة مدينة مران أيوه تذكى الصلاة الله سوده حمر جري نل ورنجري طفيل يا كويري يا ابن عمر وأن سوق حيسا معلو والبسوق بعد نور جساء بعد عدنا ما بايا عيسد ملنا فريسين ميسد بل عادنا إيبسان ميسد محاد نور يجي سامل لفريسي وحنا بر وعرينا ما نقضوا من أجل السلام سلام تا عندك اللي تحس عدا نصوك الله نابو كيدي السلام عليكم ما نصوك الله هنا سلام تا المسلمين تا السلام إنو إلهي ما نقود مدافع يا إلهي ما نقود نحريسنا يا وواحي مسلمين تسكو جعلانا يا مرقابو نبي يقول يا أطعم الطعام دك عنتسي وقوديا حديث يا خود بغن كيسو وهو مقالة المدينة كبابية ما تقعنا سمول لمضي حديث يا خود بغن كيسو هذا النبي قوة دولة يا عيداو ما لنت حديث يا ري مدينة أي مغلين بان ليري مقالة دي مدينة قف مسكين وسائل وفقير ولا قوي أطعم الطعام دك عنتسي وصلوا الأرحام رحمك حديرية صلاة الرحم هذا قرابة حديري ست فوائد صلة الرحم كل هذا وحا كملا عمرك إلهي كون دارين وكو بركين من أحب أن يبسط له في رزقه ويسع له في أثره فليصل رحمه نك جعل بنبي قيري إن أرزاق الله واسعي عمرك أن الله بركي قرابة دي ساحر ريب رسول قيري حديري قرابة هذا زيارة صلاة كسوحد دعوة كسوحد مساجد كسوحد حديري نقالك حديري معها أخلاق ذو ونكسة بقرامة الله حديري أخلاق ذو ونكسة لن تسعوا الناس بأموالكم ذاتك مال كوكو ذا قاري ميسابه نبي قيري لكن ذاتك وحال لقود ذا قاية اللقوة ذا قادة أخلاق ذو ونكسة نيو إيه وجه فرنان ذا برسول قيري وجه فرنان وجه قاقو ها فرنان ذو هذا قرابة هذا حليل سيد لما دابت إيو نبي قوة بلان قادي إن أرزاقاتنا إلهي كو واسعين ما تقول لك إن أرزاقاتنا وحالينا وعريري أرزاقاتنا وحالينا قليل وامحي نوال بوحولي عنو هنو ولا ذاتك قلو حميك ما قليل أنا قو أقل في عن هندستو ذاتك قلنا حميك ما قليل وحانا يستو أنا إسكالي ذاتك قلنا هي حميك ما قليل يحيي في عنا نيجو في عينين دتك كلامه هاي يلكدو أي مسلم كعين كماها مسلم كو وينو نغلا قف نفتي سأنو الماها وينو على قف ومدى أنو ومدى واحترايا مالك وحكو ترايا علمك وحكو ترايا عقلك وحكو ترايا حوكي سو وحكو ترايا دقالي سو وحكو ترايا هدو ومدى واحتر ولا هينا وينو على قف شركي سو ومدى مالك لفديا إلا الشر يا خير ببناء لك والله أبو ريه خير كاقة عطا دمتا قارسين ويدو بل شر كاقة أمتا ميلون كلا فريسو صدوة الرحم أرزاقتنا وي زيادة سابو نبي قولي ياي عمرنا ويقوب دارين صلة الرحم وحاو نبي قولي ياي قفك قاطع الرحم كالرحم كي سكو ويا جنة ما قلبو رسولك يري قاطع الرحم كو جنة ما قلبو فقرابة لنا نحرد لنا هذه الآية دقاله ونسيينا دقاله وكغور هينا هذه دقاله أن أمتا قد أغنى أنا هاي سنة أخلاق ذو ونكسب أن أمتا قد أغنى إن شاء الله دحلا أخلاق ذو ونكسب نبينا عليه الصلاة والسلام قرابة ديسا علي با كمدا فاطمة كمدا رضي الله عنه هبينكم نبي قمر جلو رجل كعوتو كدا ميانا تكني وحي نبي قال هذه الله كانوا خديج النبي قدر جريه هلا ذي يا جلو يمكن يا قرابة ذي إلى عائشة النبي قال أي ترى النبي الله دمر البخاري جو مر هذا الهي ساية خديج جو مر هذا الهي سمر والب كأن واحد من دمر كلام بعدون كن لقوا أبو يا ذا مويانه مر قابو النبي ور خديج ما قال سيد بكر عائشة يا ذا إلهي أبد كي يقصي تلقى مر كي يقويان يا ذا حريدي سي أيها الحولي يقول بحنيسي أيها الأوبات كإلهي يقسي سدى أيها سدى سيهي
maalinta intii ka dambaysay Aaysha waxay tiri markaan arkay nabiga arinta ka xanaaqay maalinta intii ka dambaysay nabiga agtiisa Khadiija kuma hadal qaadin bay tiri oo ka warhayay nabigu Khadiija cidii ku tacalluqsanayd oo dhan uu nabigu xiriirinayay sallallahu alayhi wasallam akhlaaqda wanaagsan qiyamka wanaagsan ayay diinteenu ina amraysaa inaan noqono qof khayrkiisa ummadu uu gaaro sharkiisuna ummadda ay ka nabad gasho waakii nabigu saxaabada ku yidhi alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharrikum kiinay inaygu khayr badan iyo kiinay inaygu shar badan maynii kala sheegaa saxaabadu noo sheeg bay yidhahdeen haa kiinay inaygu khayr badan waxa weeyaan waa ka khayrkiisana la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho kiinay inaygu shar badanna waa ka khayr aan laga rajaynin sharkiisana ummaddu ay ka nabadgelin khayru laa yahay ummaddu kama rajayso sharkiisana ummaddu kama nabad gasho kaynigu khayr badanna waa ka khayrkiisa ummaddu rajaysa mar walba waa nin khayr badan waa nin macruuf badan waa nin la isfahmi karo waa nin wixii kaa gala aad ka heli kartid waa nin maaragtaani dadnimo fiican waa nin ehel jecel waa nin ixsaan badan khayrkiisa ayaa mar walba la rajeeyaa waa nin ummadda waxtara ninkaas waa nin ninka daalimka gacanta qabta weeyaan sifaadkaasuu nebigu sheegay baa ku sifoobaynaa waxaan ku dadaalaynaa oo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah in dadka muslimiintu walaalkaa mar walba aad u ducaysaa waa ducada ugu istijaabada dhow buu nebigu yidhi walaalkaa oo ku ugayno loo duceeyo la xidhiidhiyo la siyaarto la booqdo salaadii subaxa nebigu markuu ka baxay buu saxaabada ku yidhi ayaa waa beriistay isagoo sooman abuubakar baa gacanta taagay ayaa waa beriistay isagoo miskiinna soo quudiyay abuubakar baa gacanta taagay ayaa waa beriistay isagoo aasna ka soo qayb galay abuubakar baa gacanta taagay ayaa waa beriistay isagoo qof bukana usoo duceeyo soo siyaartay abuubakar baa gacanta taagay khisaalkaasi ninka u kulantaa jannu galay buu rasuulku yidhi waa gallin hore oo keliya ayuu abuubakar sooman yahay aasna ka soo qayb galay qof bukana usoo duceeyey miskiinna soo quudiyey khayrkay u kala tartamayeen iyagu waxaa kaloo ku dadaalanaa inaan noqono dad lillaahiyiina lillaahi lillaahi waa maxay ikhlaas cibaadadaada ikhlaas salaadaada ilaahay dartii ikraamka akhlaaqdaada ilaahay dartii haddaad ummadda wax taraysa ilaahay dartii haddaad cibaadaysan ilaahay dartii u cibaadayso haddaad wax la bixi ilaahay dartii haddaad ummadda wax bari ilaahay dartii haddaad wax sheegi ilaahay dartii haddaad masjid dhisi ilaahay dartii haddaad ummadda talo u qaban ilaahay dartii ikhlaasku waa cajiib dawla nabawiya waa seenskii nebigu ku dhisay dowladiisi dawla nabawiya ilaahay dartii imaamku ilaahay dartii buu tujinayey waatinku ilaahay dartii buu u eedaamayey caalimku ilaahay dartii buu ummadda cilmiga u baraayey mujaahidku ilaahay dartii buu maalkiisa ugu baxaayey xaakim ninka laga dhigay qaadi laga dhigaa ilaahay dartii buu talada ummadda u haynaayey dariiqa ka khidmayn ilaahay dartii buu shaqaynayey ka gaarka ayaa ilaahay dartii buu gaarka u qabanayey dawla nabawiya waxay ku dhisnayd ilaahay dartii anu bini aadankaan u khidmaynayaa ajarkaydana ayaa ka qaadanayaa hor ayaa ka qaadanayaa ilaahay dartii laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura faqiirku baahidiisa ilaahay maana cid kale uma sheeganayn salaadii subax buu nebigu ka baxay masaajidku eeg u aamus xaggaabuu eeg xaggaabuu eeg xaggaabuu eeg saxaabadu way yaabeen muxuu soo wataa aaway ninkii xalay sadaqadaystay buu yidhi ninba uu kici waayey ninkii xalay sadaqada la baxay mee xaggana leega cidba way kici weyy
نيك صدقة حالي لبح مي علبة بن زيد بس ركعوا يا رسول الله قعنتو تاقي وانيقا صدقة الحالي لبح لذلك وشيك بكيري فقراء إخلاص فوق الزمن كايك يا رسول الله ديوان نقول دي ريكاليس إلى أين أونا أمر دين تنا نبحنو هذا هو أحد نقول دي ريكاليس إلى أن مالك يجي النفس إلى دين تكبحنو وحب كورا أو عيدك كورا أنا أنا ما هيستبوي أو حاندي حلي إلى هيو وحكبحو ما هيستو نبي جاينا وحو نقول قال ما هي سونا جديد يا راشل ونقول كحري وعيدك نقول در ما هيو يا رب أنا وح صدقتك دكتور لب حن عيدك أكون در سنة يا قفل يقف في عنك ما ركتنا جلاش ليكو حنتي أما عردك يا جمالك قد عي أما الظلمي أما دب يجستي إله در تابع نوع عفيه إله عافس كصدقة الله أقبل إيقو درباني لبودي مرقابو نبي قول أبشر بشارة يسبو كيدي صدقة الله أقبل إيقو دري بودي حالي تولز دعا دي إله وكا أقبل إخلاص وحي هايين تد إلهي كوحرم بس عباده وكلية ما إخلاص حتى كخدمينه إخلاص بي أيو خدمينه وما دي لا درت بقو خدمينه أبا عبيد وعمر در مصر وكسو النقض مرقاسو العاكة دا بدر العاكة تبا اللوك يعني أبا عبيد وصوان قال عمر العاكة نوام حيب ولادي سو درت وادي قيمة مهمة مصر نوغا سو قبتي ما وعوري دي ما أداك وشغين يعني وما دانو خدمينه أجر كيغان إلهي ما كقادنا يا بولي لعقتنا قادوا بيت المال كقولي بوكيلي أبي بكر الصديق مالك تراده ومد اللودي بي مرضي سنتو قاتو سوق أو نغاق سوق إنه عيال كسو صباع مشتري سوق وكوي بجر درك بالليل عمر بن الخطاب بعد عم أبو بكر حقيقة جيسا وعند وصير حق سنيا وعند مهل اللي سنهديت ولا ها تراده ومد دوتم بمد حلقو ساري هاي مسكين النبي قال فريسو هاي أمد وفود بكو إيمان دونتا أمد يعيد ما تكلا دري دونتا أمد الدين تبري دونتا وفود إيمان السف أني قال ربنا يكون إيمان برجع هالك فدي بوكي عمر رير كيجي أمد كيجينا أنا كأو سورين إني أكره دي بدر كان لكن هذا هو سوق يبيع مش ردت ولا ما هذا ليس ما شو رأيسن؟ ما عاكو شو رأيسن؟ وحنا كوش شو رأيني؟ ريركا قام مصاريف تودا هنا بيت المال كبحنا. هذه جميعا هل كفدوا؟ خلاص. مالتو أبو بكر وقتك جلي إلا عاصي. إن كيسي عبد الرحمن ببيت المال قال عاكو شو علي؟ عبد الرحمن بن عوف وخزنة جا هابا كويري. هذا عبد الرحمن ولا عقتنا كات قوضا. وعند أبا الله ونحن استبا يقول دردار مويري. وحنتير dul ban meesha ku leh eebi lacagta ka soo baxda meeshaas labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummada aan hayay baytal maalka masariifta ka qaatay intaas ay noqotay igaga celib u keydi akhlas waqas waxa la baray oo lagu tarbiyeeyay iyaka ummada adigu wax u tar ummada wax gasho laakiin ummada khidmadeeda aad u dheefa ka sugin كفايدة سماها هذا هو مدهو فايدة دولة النبوية أساس كاسا كود سنيد إلهي درتي نندم نبي قوتنا ندريا مال كيسي نفتي سوق بحيا قاربو لي هاي قبو مال كيسي نفتي سوق قبنايا عثمان بن عفان بن نبي قاعد فديا مارك تبوك الله بحي صدح كن صدن كون يا رعيدن كون طبن كون أونن سعيد وداني قدي بيجي بوكيدي، هكذا بقول بولين. ثوبن كن أونن. مدة أي مقيه، السفر كتبوك كم مقيه، بقاله هو جاي قدي بيجي عثمان بن عفان. جديد كيف فول يا نسقة كهني، راشك عني نسقة سود ياريه. نكعينك سبوتيهنا، أقل كيس ما فديه، بل جماعة النبي والله سعده والله سعده حدنا.
inaga tujaarteena imika waxa u dhib yar inay masjid ay dhisan masayn afrad ilaah dartu ubahan farmid ka u dhib yar masajid wa dhisayna lacag u darso ya afrad wal jamaacad arra mid ka u dhib yar farmid ka u dhib yar saayka lacag u darsa u dhib yar sooma sheekh ilaah sallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ikhlaaska isaga ummada baraaya wuxuu yiri عمل كان تبليغا وصوشي سوحا كامير ابو يري فقير كان وحا لغرانا يا مال كاغا دين تكو بحي وفقير مرقا دلاها يدرتي او بحيسو لعاق عدوغو التوشا قيسات الله كالا يو كبح تاجر كان وحا لنا يا عدوغونا وقت تقاغا الى يدرتي كبح فقير كانو بحي محاكو عدك تاجر كانو ديبان محاكو عدك وبالعكس كلاو ريقو يا مركز تاجر كان وحا لنا يا هاي maalkaaga annaku uma baahnin maalkaaga daacwadu uma baahno maalkaaga diintu uma baahno laakiin maalkaaga diinta u baahan waqtigaaga ayaa diinta adaa diinta u baahan diintu adiga kuma baahno fahmada maanta inaga qaldantay waxa kamida caalimkii culimada qaar waxay u arkaan diintu in cilmiga uu u baahan tahay taajirkii qaar wuxuu u arkaa tujaarta qaarkood inay dacwadu dhaqaalahooga u baahan tahay may sidaa maaha taajirku tijaaradiisii isaguba isagaa dacwadda u baahan caalimkii cilmigiisu isagaa dacwadda u baahan faqiirka iyo maalkiisuba dacwadda iyaka u baahan bal dacwaddu cidna uma baahno diintu iyadaa wax ka dhiga adige adigu diinta wax ka dhigi maysid maalkaagu diinta wax u tari maayo laakiin diintu iyada maalkaaga wax u taraysa cilmiga ilaahay adiga ku baray diintu wax u tari maayo laakiin diinta markaad sideeda u dhaqanto adiga cilmigaagii baa ilaahay nuur gelinaya nuur dhaqaalahaagu waxa uu yeelanaya dhaqaale qiimo lu noqonaya markaad diintaad gashato diintu adiga wax ku kordhin mooyaane aduu diinta waxba heen u tari maysa ikhlaasku waa maxay saxaabada waxau nebigu baray kooga faqiirka kooga qaniga kooga yar iyo kooga weyn inay maalkooga iyo naftooda ay diinta ilaahay ku difaacaan ee ku bixiyaan markaasa ummad waxaa soo baxday ee u diyaara maal iyo nafa inay diinta ilaahay ku difaacaan tala ummadeed kii qabtay baa kule anu taladan ummadda aan qabtay lacag ku qaadan maayo waayo lacagteeda anaa iska wata haye ilaahay dartii war ummadda ugu shaqaynaya khalas laba sanadii labadii muddadii abubakar uu talada ummadda u hayay wixii uu isticmaalo dhan uu soo celiyey wax ka qaado maaha ummadda ummadda wax ku cun maaha bal ummadda waxaaga gasho ummadda dhis deena iskaga tagaado adduunyada ajarka ilaahay baa ku siin doonay cabdiraxmaan bani cawf isagoo sooman baa cunto fiican loo keenay wallaahi inuu cuno uu iska diido uu ooyey ya cabdiraxmaan cun baa lagu yihi cuntadan maxaa la cunay laalahay walaalkay muscab bin cumeer oo iga kheyr badan baa dhintay buu yidhi maalintuu dhimanayayna muscab bin cumeer uu dhintayna mara kafan aan uga dhignaan weyne yidhi mara kafan aan uga dhigno maraday mara keliya izaar baan u helay izaar gunti xagga sare markaan ka saarana lugaha mijaha ayaa noqonaya bannaan xagga mijaha markaan ka saarnana madaxa ayaa maaragtaane muuqanayay xaggii madaxa intoon marada ka saarnay ayaan mijihiisiina geed intoon soo qaadnaa ku duubnay buu waa muscab bin cumeyr waman muscab muscab waa ayo waa muqri weeyaan madiinata almunawara nebi maxamed oo aanan soo gaarin waa yarkii sababta u noqday inay aqal walba ay dacwadiiyo diinta islaamku ay biyo dhigto madiinata almunawara uu nebigu unan soo gaarin oo masiinna aanan lahayn oo markas dacwadada aan laga dhisin ayuu muscab bin cumeyr intuu beer dhex fadhiistay kolba qof sidii loogu keenayay kolba qof sidii u siyaaranayay ayaa diintii islaamku aqalladii madiino dhan wada gaadhay markaasaa qoys kastoo reer madiina ayay bilaabeen qur-aanka in lagu akhriyo lagu dhex barto nebi maxamed oo madiine soo gaarin aqal kastoo reer madiina ku yaalla qur-aanka lagu dhex akhrisanaya muqri fatan quraysh intuusan islaamin ka horna waxaa la odhan jiray wiilka quraysheed wiilke
ويلك قريش يعني وحال لغا سوق هذا قريش نين كلو دلني يرى إن يسلحين مصعب وياني يعني قروح ديسا يحرق بن ديسا مرقاس قبضها قريش ورجرين مصعب الله سوحا سوا الله شاكيستي وأيام الجاهلي زمن جاهلي ويا دركة قشدو شام بالله كيني كما هو حدانا شام بالله كيني جرتي او اسلام راح ذي بكتغي دركي ينولش عين كاين طرف كي يتنعم كي وكجري إلهي الرسول كي سوكا دورتي مركاس ويدي كدباتي مديتني مصعبو بادنا عني مايو بينا عبي مايو حدنا استاغي مايو دين تا محمد والغصون وغطين مويان أنا هذا أقول أنت بيتري هو يمعاني بو كيري بادك أغانا اسكعون بيها أغانا اسكعب هرك أغانا كن نغو أو هرك أغانا اسكعب نغو بغل نفوض حتى دي ألتو وامد دمر هلك أغانا اقب حدو دين تا الإسلام قطوة غصون نغونا يماهين هو يو مصون نغونا خلاص مدينة المنور نبي عمر كأدري مدينة المنور نبي عمر دركا قدل قوة أي بالن معلمها كمدا مركي نبي مدينة سو قاري أي مقالة مدينة مهاجرين تي أنصار تي أيوة دي مادين أي مصعب بن عمير وعباهات ما لتانا قوة قوة ده مرك قوة قوة أنو كركر ملاي حدن أو وليبه انتو محادر هذا بالن سرار كان محادر هذا لقود بدن كينا أو كقوة أي قدحنا وقدقى ماركتانا يقوري وقدقى بدن أيو سواق مريبا لدي مركا النبي مركب النبي قل للمسيد داي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب باكو يري يا رسول الله محاكو يلو الله ويسا إيشيك عدى ألا ترى أبو غدى علي مسعب يانا در كين بوكيد من وشو كنو ليا بقى يعني تعبك كبوغ دما در كين فاقضا باهدا در لأنت نفقد درادة كبوغت وحان حصوص تيب النبي قولي انتو لن اسلام كهر نعمت دي او كنو لابان حصوص تي اي نولا شهادة او كنو ليهي نولا شهادة مصعب بن عمر او كنو ليهينا الهي رسول قساك اقرر لي ابو رسول كيولي يا معشر الشباب للي يرو ايات قد دي نسام انت هذو مصعب بن عمر راح ديسي تنعم كي او كجري حرقني وكن ولا هو يبر واقيسا او هنتي او حولوس او الهي هنتي اوسيي ايا هايزة توقع شبه هيد نولشي عينك ايتو كيم دي ايا وحمود دورتين نولشي انو كن ولا در لآن هوي لآن عنت لآن مرقا سواحا كم وقتا جرقيسا مجاهدا كم وقتا مجاهدو ايا كم وقتا ايا عدم التعيش مرقا ابو نبي قول ايا هاي نولشي او كجر هذا موجودا ها إلهي رسول قصة كقرر لي أبو كيبي إنا كنا ما تدلني رلينا يا كودا يا نيا يا دمام كدي كتو كودا بدا يا نيسا سيد الصعطة في غزوة أحد بيها أيو نبي قصف بصو قاضي سيفتا عيا قادم وإيقا قادم بو نبي قولي صحابة كل وقع ما يسوضا فيه سيداس مرقى ابو النبي يقول من يأخذه بحقها أيا سيفتا ان توقع تحق إذا مرن مرقى سيسحابة دو يابين قعمي بالعلي دب أبو دجان ان توصوك عيب لأنه قادا حق إذا مرن بكي سيفتا ابو النبي يقول ديبي حق سيفتا سواح ويان قلك ان توتك السارتو كل علم ميسد ابو النبي يقول قلك من نغانسا خلاص أتكون دجال قلي رؤوس تا مشركين تدخل جريسا زبير بن عوام والنبي جا إن أبتقيها أو طبعاً كجنة الله بشاريين كم ده أو رجعني ما جستنا سيرة دي تاريخ دو أي شيء كتير أي هل كا استجو وين عريس وين عروضه وحيري لأن النبي جا إن أبتقيه أو أوفقي زبير مركليه أبو دجارنا حقاً وقعنت كتاجي زبير حق ابو كفيق النبي يقول زبير وارك هيا لي لكن سيفت النبي ابو دجان هو ديبي مرك ابو زبير وحيري وحانس للنبي يقول كلي نكا وقون يبصير وارك هيا وحيو ديبي بل هيكتي
أبو دجان مرا عصب صوقة تمدح كل حد بالي ودقال كيف سعدا لأن مركز سيح الرقوضي دقال بالله سعدا ما هرزاز وحل سقوا آي الله سعوا واسيف وحل قد قال ميو ديكا دادان يسوق أجيدا ونسيح الرقونا يا يعني. رك صحابة كمدا مركز من نبي قوي مدو يري يا رسول الله نكي أبو دجان سيف تأوديب تي ونو سمي ما مقاشي مركز ونمايا سيدي متكبرين تو سعدا بالله يري dadka kibirka badan leh sida uu soconayay muu socdaa baa lagu yiri marka abu nabigu yiri socodka abu dujana uu socday dhaqaaqa uu dhaqaaqay ilaahay waa naxib yahay laakiin meelahana lagu jecel yahay rasuulku yiri aradalka ma fahmteen yaa dhalinyaro waxba dhinacaha xiiran haddaad xaragoon waxaad ku xaragoon lahayd sunnihii nabigaaga calayhi salaatu wasalaam haddaad cid ku dayan waxaad ku dayan lahayd صحابة الرسول قد قد يلا هاي دين با الله حرقونا يي دين با دقالها لغو بحينا يي دين با ديك الله دادين يي دين با حقوق واستعمال يي راح دو دي يقرع دو دي تي كي ما دام اي دور تنين يكون نولاد مجاهدة يتعب سدين تو اكعدو يكون ادونك اي حدف فوق اقارانا ودن تام ما يند من رقا سوى النول يهي مدمن way nool yihiin dad baa nool maanta laakiin dhisan dad baa nool oyna nool yihiin baa la moodayaa laakiin way dhisan yihiin ragna inay dhinteen baa la moodayaa laakiin ma dhimane way nool yihiin ugu siiradoodii baa nool oo hadigoogii baa nool oo taariikhdoodii baa nool oo marka taariikhdooda lagaaga sheekeeyaba iimaankaaga kuu siyaadaya iyaga kugu siyaadaya iyaga وايو خلاص وحي كرتين إن إلهي درت أنو لهين إن إلهي درت أدي من أيام إن وحي هايستان إلهي أسيي إن دين تلهي قب حيا هذا النولايان وحي أفهمين إن دينو نولادان حتى يدمن أيام إن دينو دينتان بيكو كتلق لك زمن والبمركة ركبة دونك نمان أيام سو ما هنده زمن كالبركة وزمن كي وزمن كي وزمن كان يدعال ده زمن كان وزمن كي محابر كان ديارون هاي بيكولتا كما أورانا يا زمن كان وزمن كي وقيب تيدان دين تكا قادانا يا كما أورانا يا إير وقت ير تدال وقت ير لحسنو أيوري سعد بن معاد سعد بن معاد ayu nabiga cad joogay maqaamka ku gaarana ee ku fiirso geeridiisii dhimashadiisii carshiga raxmaanka u dhaqaaqay baa la yidhi waa lix sano oo keliya abaa hureyre muddo yaro intaa ku dhow ayuu isaguna nabiga cad joogay laakiin waa muddo intee le-eg wixii uu hayay oo dhan buu isticdaad oo dhan buu dhiibay waxa uu ku reebay ilaahay cilmi ilaa qiyaamaha la munaafacsanayo an abi hureyrata laleeyahay أئمة هذه الأمة وأئمة أمة النهاء مدير بها الدوية كنا لا يعني علم البضع بها أمة وقتها علم البضع وإلى يومنا هذا كتب تصنفين غارك أن القرين اسكن نولو اسكن بكو اسكن دمو ما هم مقصود كصداس صدا حولها ونولوش حيوان كنولوش أس إن أدعنتا أو دعبتا أو تصيحتا وميلاين تود فاديساتو أتكقل قيل ذا أود قبودة أود بكوتة أود اسكرد متى بلا هدف وأنا رش حيوانك مسلم هدف كيسو ما حصلاس مسلم قوانو النقطة قف أدونك نروح قصة بيرنا يا وح كبيري لأن أدوية ده دوك كتب خير كبير خير قصة بيري أدوية ده هداية ده سبب النقطة إصلاح أدوية ده قصة زيادة خير أمدو كامن عفاسوتو إلى قيامها الله هذا الحيو أمدو قصة دعيسو كشقيه الدال على الخير كفاعله نكتتك خيرك تصبه النبي يري واسد ان خيرك السماء يبو رسولك يري طريق ما حين طريق وفرن يا إمانتا طريق المجاهدة ماها دعوة ماها وحيكو سعوتو سدا انكو هذو هاي ستان اجتماع اللقبتي ضد باكسو قريب لي بيانا لدقيستي اقلال لقوك لنقضي مي
ماي عمل كان ومجاهده وعنوما لنا يا اون يقين سنه هي كل غير مركز كاي نوت سنه انت عليك يا مجمع ما انت هلكا مسجد كا هريري سفر دي سنه يا وعكر هاي سنه انا ومحي وتدحير رك هور اي قالين تدحيات رك ان غور اي بحيين اي ان سوجدو هلكا ان كينا اوغو marka tadhiyad isku tagay ay ummadu ku dhismaysaa buur Sheekh Abdul Wahab najma' at-tadhiyat wa najma' salahiyat al-umma nabigu alayhi salatu wa salam sifatki sahabada uu kulmiyay tadhiyat koogi kala duwanaana uu kulmiyay raganimadi Khalid ibn al-Walid iyo dahiyadi Amr ibn al-As iyo rahmadi Abi Bakr as-Siddiq iyo shiddadi Abi Bakr iyo shiddadi Usman هي حشوتك عثمان بن عفان هي سخاوتي عبد الرحمن بن عوف هي زهدك أبو در هي حفظك أبا هريرة هي علمك معاذ بن الجبل هي فقهك ابن عباس هي الرجل نمدي قعقاع أتعرفون من هو قعقاع؟ صلاحيات أبو النبي الجمعيي لأن مرك أبو النبي مدسي إنك أنا ما أنت الرجل نملا وين نقول بحسن تهي قاركين واحد لقيا أبو بكر إني شبهان قار عمر إني شبهان قار خالد إني شبهان قار عثمان إني شبهان قار عبد الرحمن إني شبهان قار أبو هريرة إني شبهان لكن صفات كاسي وين أحسن تهي ما أنت صفات كاس بحسن أي إذا العلماء الجهد كان دعوة وحال وقدر لنا هاي صلاحيات كأمة إلهي وكوكلا أبوري إما لك لدوان ونوال بلفة ديو أيا كل من إنا دانا مركابة إلهي هداية فيصلين هداية دادو لهاي فيصلين يما تقانا واحد عايا دادكو باطل أقبل ما يان حقا يسكا صدرنا إن هدي تولي شيخ عبد الله بحيري الله نحرسته ما لحظة هذا يسكو ديان شعب كيني هر جوك سدان ما هر جوك سكريان وايو لان إلهي هداية دي بفيصلين غلام يركي رأي غلام كا بقر كي مركو كويري هذا رب تينا دي دشت أنا قال كأي واحد دهنا السهم كي يكن أنا ضيده يقول دل مركا دي بوجن سكين يعيده بسم الله رب الغلام بوجن وكاد مرا يا مركا سيدي بقر كوي أنا ودين تكيرا إذا يدي بيل هاي في سلي بدك ما هيدا هن وردك ما هيدا دين آمنا برب الغلام وايو إلهي إذا يدي سجا هاي مركز لكن تضحيات كي ما دام ما أنت أي كلا بحسنت هاي أني والبا رجل نما دي سيا سنة حياة دي سيا ملقى رؤلاء فديو وما دمرك عدوك كفاية دي سنة هاي عدوك كفاية دي سنة هاي فمرك أن نطوب إلهي عن صور نغن وطوبت كأنه وددال كان مرلبات تلابدنا كوري هنو قابلو وحا الدوية كان عدا عياد مغلى سانة لشك شكيو إلهي أجمع يا وحا dadka ducada niyadooda ilaahay eegaabay culimadu wadaadeen ninka daaciga jamaacada isku fikirka isku hadafka haday qalbigooda fikirkooda tadhiyadooda haday midayaan waxay iyaku doonaan maayna wax kale adduunka ka socon maayo waa sunnada ilaahay da insha Allah dhahada inaan cimrigeena aqligeena xoogeena raganimadeena inaan dadaalka ku midayna ayaa u diyaar sida aad u dhageysanayseen aad u fadhideen ha kicina ha halina hadda duco doonaysa insha Allah dhala walaalayaal dhamaanteen inaan baxna dar Ilaahay u baxna ma niyeysani Allah idinka aqbalo dadka baxaya afar bilood Ilaahay darti afar bilood naftiisa iyo maalkiisa bixinaya ha istaagaan ama ha qornaado ama mantiqada ka socdo ama muqdisho ha ahaado meeshuu doona ha ahaado
جماعات كهرة وسعودي كوا عوق بالعبية دمان دتك دوا تشكيل عوق وحن ربنا دمان دتك أفر بلود ديار كها استعجل أفر بلود إذا الله عدي ديار أفر بلود استعجل ما شاء الله أفر بلود دتك ديار كها استعجل نبتي زينات في سوق حياة